كي جوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ الأسبوع ده إن شاء الله هنراجع مع بعض سورة الكافرون والماعون وقريش والفيل. بس طبعا زي ما تعودنا، أول حاجة لازم نقول الدعاء قبل الحصة. مين بقى هيقول معايا؟ يلا مع بعض. اللهم لا سهل إلا جعلته لنا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن والصعب سهلا. برافو يا كيجوان. عايزين بقى ايه؟ اول حاجة هنسمع سورة المراجعة، وبعد كده بقى ايه ندخل على السورة الجديدة. يلا اول حاجة سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم كي بقى كي جوان بعد ما خلصنا كل مراجعة الأسبوع ده إن شاء الله هناخد بقى صورة جديدة صورة إيه يا ترى؟ هناخد صورة اسمها صورة الهمزة صورة الإيه؟ الهمزة مين بقى يقول معايا؟ يعني كل اللي ربع دي قبل الصورة يلا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة تاني ويل لكل همزة لمزة نربع على بعضيها ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة برافو عليكم كيجوان بارك الله فيكم بصوا بقى كيجوان بعد بقى ايه ما خلصنا الهمزة هناخد دعاء الأسبوع ده جديد عارفين دعاء ايه يا ترى؟ دعاء الملبس يعني ايه دعاء الملبس ده؟ بنقوله لما ايه؟ لما نيجي نلبس اي هدوم مثلا الصبح مثلا رايحين مدرسة هنلبس ايه لبس المدرسة قبل ما نلبس اللبس دوت بنقول دعاء اللي هو قبل ما قبل دعاء الملبس مين بقى يقوله معايا عشان نحفظه مع بعض يعني اسمه بقى ايه الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة تقول ورايا تاني يلا الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة بارك الله فيكم كي جي وان كده بقى ايه خدنا صورة جديدة وخدنا دعاء جديد وكده بقى ايه رجعنا ويوم الحد ان شاء الله هناخد بقى قصة جديدة ماشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.